الريل بولر سويتشنج عندي فورس، عندي فور ستيتس، ما عندي مش زي الحاله الثانيه. هنا هلا عندي هون راح يكون في عندي احد ستيتس راح يكون Q1 وQ4 اون، او في ستيت ثاني راح تكون Q1 اون وQ4 اوف. هدول راح يختلفوا الحالتين ماشي. طبعا انا هون اوتوماتيكيا بقول Q1 اون وQ4 اون وQ2 وQ3 اوف، او Q1 اون وQ4 اوف. وهاي نفس الحاله راح تكون هي Q1 اوف وQ4 اون. هلا خلينا نركز على هدول الحالتين اول شيء، بعدين بنروح للحالتين الثانيه. هلا لما يكون Q1 وQ4 اون، ايش الاوتبوت لازم يطلع لنا؟ 2-3 اوف. 2-3 هلا راح نكمل على 2-3، بس خلينا نركز على هدول. لما يكون Q1 اون وQ1 وQ4 اون، ايش راح يكون الاوتبوت؟ VLT بيساوي بلس VS. هلا لما يكون Q1 اون وQ4 اوف، راح يطلع معي الاوتبوت VL اوف T بالحاله هاي راح يطلع 0. ونفس الشيء لما يكون Q1 اوف وQ4 اون. طيب الكرنت كيف راح يعمل فلوينج؟ راح يصير عندي هلا لما يكون Q1 اون وQ4 اوف، الكرنت راح يعمل فلوينج بQ1 والدايود اللي بقابله اللي هو مين؟ D3. فاذا لما يكون عندي Q1 اون وQ4 اوف، الفلو راح يكون بQ1 وD3، وكمان ممكن يكون في Q2 لانه هذاك Q4 عندي اوف في D1. Q2 مظبوط؟ لا Q3 هلا هون نطلع عليها. هون لما يكون Q1 اون وQ4 اون ما فيش فيها مشكله مش هيك؟ اذا الكرنت بوزيتيف راح يمشي في Q1 وQ4، اذا الكرنت نيجاتيف راح يمشي في D4 وD1. هاي ما فيش فيها مشكله اول وحده. حاله الثانيه لما يكون عندي Q1 اون وQ4 اوف. هلا Q1 اون وطفيت انا Q4 والكرنت فرضا كان ماشي هيك، إذا Q1 on وين راح يكمل الكرنت؟ يكمل في D3 مظبوط؟ Q1 وD3 مظبوط؟ هلا لو كان في هذيك اللحظة الكرنت نيجاتيف، لاحظوا هاي هي المهمة، هاي مهمة. لو كان عندي Q1 on وQ4 on وطفيت Q4 وظل Q1 on بس الكرنت في هذيك اللحظة كان عندي نيجاتيف، كان ماشي في D1، مين لازم يكون شغال؟ Q3 بدي أضمن Q3 يكون شغال. لاحظوا أنا أحطها تحت خط من هون، هي Q3 من هون. هلا نفس الشيء ناخذ الحاله التاليه، لما كان Q1 اوف وQ4 اون، كان Q1 اون وQ4 اون وطفيت بعدين Q1، ضل عندي Q4، اذا كان الكرنت بوزيتيف كيف راح يمشي؟ راح يمشي في Q4، وين راح يرجع؟ في D2. اذا هون الحاله الثانيه من هون بصير عندي Q4 اون وQ1 اوف. الكرنت اذا كان بوزيتيف راح يمشي، راح يضل ماشي في Q4 وD2، او راح اضطر اشغل Q2 واستعمل D4. هون اذا كان الكرنت IL of T نيجاتيف، وهون IL of T بوزيتيف. هلا بالحالات هاي راح يطلع عندي اللود اوتبوت راح يكون زيرو، وباثرش انه كان الدايود اون ولا الترانزستور اون، راح يضل زيرو. يعني اطلع على الحاله هاي، الحاله اللي كان الكرنت ماشي فيها بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه من هون، قديش الفولتج اللي على اللود؟ فيش. هو الفولتج هذا والفولتج هذا مظبوط، والفولتج هذول لو اهملناهم قديش بصير الفولتج هون؟ زيرو. ونفس الشيء لما تكون اللوب هاي شغاله، اذا كانت اللوب هاي شغاله بكون الفي اوتبوت زيرو، اذا كانت اللوب هاي شغاله بكون الاوتبوت زيرو. اذا كانت الQ1 وQ4 شو بصير عندي هذا؟ بلس. واذا كان عندي Q2 وQ3 بكون اوف. اوكي ماشي واضح. هلا راح نشوف السويتشنج سكيم كيف راح نجيبهم. السويتشنج سكيم راح يصير اعقد، راح تبطل السيجنال لQ1 لانه في حالات Q1 شغاله Q4 طافيه مظبوط؟ فور سيجنالز. صار بدي الان هلا هون راح يطلع عندي فور سيجنالز، راح نسميهم A و B و C و D. هي عندي هون A B، وايش لازم نغير في داخل الـ PWM جنريتر؟ كم ارم لازم يصير؟ 2 ارم. لما بشغل كنت على الباي بولر بطلب منه بس 1 ارم، بطلع لي 2 سيجنالز. هلا هو بسميها 1 ارم، بس انا نفس السيجنال اللي كنت في الباي بولر كنت اوديها 1 اوديها 4، بس الان لما صار عندي يوني بولر راح يصير عندي هون 4 سيجنالز بتطلع. هي السيجنال الرابعه دي، هلا هاي بتروح على Q1، اظن هاي بتروح على Q2
Q3 Q4 بدي اتاكد من السيم باور سيستمز لما نيجي نشبكهم ايش الترتيب. طبعا هم بيطلعوا خط واحد بيكون مالتيبلكس، بحط له دي مالتيبلكسر وبودي الاربعه سيجنالز على اربعه دايود. بطل الان Q1 بيساوي Q4، يعني بحاله اليونيبولر سويتشنج Q1 لا يساوي بالضروره Q4 كسيجنال، لكن دائما Q1 بيساوي الكومبلمنت لQ2. هاي لسه صحيحه، ما بصير يعني سواء يونيبولر ولا باي بولر بصير اشغل Q1 وQ2 بنفس الوقت، بصير اشغل Q3 وQ4 بنفس الوقت، ما بصير. اذا عندي هون على اي حال راح يضل عندي هون Q1 بار بيساوي Q2، عندي Q3 بيساوي Q4 بار، وQ3 بار بيساوي Q4. هذه لسه صحيحين، بس عندي Q1 لا يساوي، هلا ممكن احيانا يساوي ممكن ما يساوي، بس مش مطابق له، وQ2 لا يساوي Q3. وعشان هيك بيطلع عندي الان اربع سيجنالز في اليونيبولر سويتشنج.